Okay, بسم الله الرحمن الرحيم نحن ربنا إذا لو ده عقب فرين قابنا وكل سابسن دوينك لسك قادنا يو فرماشي أنتي لقلا لسك سو قادنا يو وعندنا قرن نختار كوكو قرن دوينك قاد بيؤتر بدينهن أو دي فرماشي كستاد قادد بضيع إربضها أم بيد خات فرماشي أسو حيدهان وحد باه أنت ورقد نختار لكن وحي كلودن ولا بحيا أنت وقال كيا دوينك وحكم إذا حنو بابيها قاد كؤتر بدن أو دتك سك عنان وحكم إذا قلت جيها وقلت جيال بقول نوع أو كل دوين بايا لا حد بمت بوق هذا نيا ملك على جرنيو كي عجارنا بكل كي عدا أونلي بذا بدأ سيكو يقانين وحوي إذا عندما نقاد أصاب بدنيا سجنا فيتامينز كا مالتي فيتامينز كا استعمالان ولي بقى سيب الدمر كا أنكم مقلي إن مالتي فيتامينز كاس أو دكتور إنه قرأ إسكدا وحتى أن أركي إن دوين كلا يكون دران أن لا بهنين أوكي نكرتا إن إسلافالجل خلدن وهالكاسي كي ماذا oo lagu arko calaamado aad u khatar ah oo meelo badan waxyeelayn kara guud ahaan waa daweynka la isticmaalo waxaan rabaa inaan u soo noqdo marka qalajiyaha waxaan u naqaano qof baa hargab ku dhacaya farmashi uu aad iyo qalajiye ee dib u kuleeyahay maxaa qalajineysa antibiyootika oo waxyaabaha loo isticmaalo waxyaabo la yaqaano waxyaabo la yaqaan bayna jiraan hadda iska isticmaalna saameyn badan bay jirkeenu ku yeelanayaan waxa imaaneysa marka dambe in ay adkaataba adoo u baahan in qalajiye lagu siiyo هنا وحبا إيسون كترين لأنه ما نقول با حير كل لو قلت لو عرفت قف كمر كنا اختار هذا واحد الأولى هي دواء ده عشان بري استعمال سدح بري استعمال سببت الأولى استعمال واحد كل لو قلت لقلا إنه وحكو فائدة يو هذا مالين أنت استعمال شو إسكديسو مالين كلا هذا نصو ردو من نوع كلا قاعدته بكتيريا دي كتشر تيجر كاجو وح ريسيستنس لده أما أتكيس بيسميني سا أوكي نسمر كده بنا إن دواء ده وحبا كترويده سكستو لغوسية قلجي والبلوسية een xanuun waxay keenaan sidoo kale dawooyinka la iska qaato saameyn bay waxay ku yeeshaan beerka kuwa kaliya saameyn ku yeesho way kala duwan hadba si loo isticmaalayo iyo xitaa isku darka la isku darayo dawooyinka laftarkooda ayaa falgalo khaldan ka yimaadaan oo qofka saameyn caafimaad ku yeelan kara marka intaasan waxaan jeclaan lahaa in aad loo fahmo oo la iska yareeyo oo qofku daawo uusan dhaqtar u qorin uusan qaadan insha Allah